اللي هنوا ملحم كتار. كمان هناك نجوم بيحبوا يهنوا ملحم على طريقتهم، وانتو بتحبوا تعرفوا أخبارهم. خليكم معنا. مبسوطة كتير اني رح غني بعرسنا ملحم، وبدي اقول له ألف 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 مبروك هو ومدامته تمامي، وان شاء الله بيعيشوا احلى حياه بالدنيا. هيك بس تكوني متواجده بحفلات زفاف بتصيري بتفكري انه بده يجي هذا النهار وتتزوجي؟ ان شاء الله اكيد بده يجي نهار واتجوز يعني. الفكره بعدها بعيده؟ لحديت هلا يعني مش كتير بعيده، بس انه يعني كل شيء بوقته حلو. في حدا شغل لك قلبك؟ اكيد. انت مع زواج الفنان المبكر ممكن ياثر على جمهوره ام عادي؟ يعني حسب مين جمهور الفنان. انا بالنسبه لي مبكر او مش مبكر عادي يعني. ننسي مطلوبة للتحقيق؟ وين؟ كيف؟ عشو؟ مين؟ شفتوا البراءة اللي ما بيكون على شيء بيضحك بيستقبلها بابتسامة ما بينقز. لا عن جد عشو؟ لا هيك تداولت الصحف انه انت مطلوبه لتحقيق بموضوع ما زالوا بيحكوا فيه شخبط شخبيط بالنقابه بمصر او شيء من هذا النوع. يعني بدنا نشوف انتهى الموضوع، انطفى ولا بعد يحكوا فيه؟ يعني انطفى او ما انطفى. بقول لهم يعطين الف عافيه الف عافيه، يعني عن جد كثير عم يشتغلوا ويتعبوا هيك لحتى ينشهروا وهيك، بس انه ما عم يطلع لهم شيء.